بسم الله الرحمن الرحيم. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. إنك على كل شيء قدير وإليك المصير. اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا، وارحم لنزول الموت مصرعنا، وآنس في القبور وحشتنا، وارحم فقر أفواهنا ومنشر وجوهنا، وارحم وقوفنا بين يديك. في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه: اشتقت لإخواني، اشتقت لإخواني. فيقولون: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي. أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني. فماذا عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوضه وقال لنا: استهزؤوا بي وشتموني وآذوني، فماذا فعلتم دفاعا عني وعن عرضي؟ بعضنا جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، بعضنا جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة للسؤال. يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه: اشتقت لإخواني، اشتقت.